نروح بقى معاكم ونشوف اهم التصريحات اللي خرجت في الايام اللي فاتت دي، وهنبتدي مع النني نجم منتخب مصر واكيد ارسنال الانجليزي اللي اتكلم وقال ارتيتا مدرب عبقري وانا حبيت جدا اللعب في النادي الاهلي. قال محمد النني في حوار اجراه موقع ارسنال الانجليزي الرسمي بمناسبه مرور 8 سنين على انضمامه لصفوف المدفعجيه، لعبت مع النادي الاهلي اعتقد ان هو اكبر نادي في افريقيا، انضممت لما كنت في سن السادسه من عمري، كانت بتبعه ساعتين عن مدينتي عشان كده كان لازم اسافر لهناك لفتره طويله جدا، لكن هي كانت يعني تجربه جيده جدا. اعتقد ان الشيء الرئيسي بالنسبه لاي انسان هو ان هو يحاول ان هو يتعلم من كل اللي بيحيط بيه. من ساعه ما جيت لانجلترا اتعلمت بعض اللغه الاسبانيه من ارتيتا ومن المدربين وكمان بعض البرتغاليه من اللعيبه البرازيليين، من المهم ان انا التقط الاشياء من اشخاص ومن ثقافات مختلفه. كمان اتكلم وقال لما جات لي اصابه ما حسيتش ابدا ان انا مش جزء من الفريق، لم اشعر ابدا انني كنت بعيدا عن الفريق، لقد كانوا رائعين معي النادي كمان وارتيتا وكل المدربين ساعدوني جدا وكانوا دايما ورايا. وكمان اتكلم وقال وبقول لكم كل اللاعبين اللي بيلعبوا للنادي بيقولوا ان ارسنال هو الافضل، لكن لا احد يشرح الاسباب، السبب اننا نعمل كعائله والجميع يتحدث اليك هنا، الجميع يقول نفس الشيء، وحتى اللعيبه الجداد دايما بيحسوا بنفس الاحساس ده لما بتيجي لهنا، انت فعلا بتكون موجود وسط عيلتك.